متابعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري على قناة رؤيا. البداية بأبرز العناوين: الجزائريون يحتفلون بذكرى مولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الدبلوماسية الجزائرية، رئيس الجمهورية يهنئ الدبلوماسيين الجزائريين في يومهم الوطني. دوليا، في ليبيا العثور على 15 جثة بعضها متفحم على شاطئ غرب البلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. على غرار بقية الشعوب المسلمة، أحيا الجزائريون ذكرى المولد النبوي الشريف الذي عطرت نسمات ذكراه عليه الصلاة والسلام آفاق الكون. احتفالات توارثوها كابرا عن كابر، زادهم تمسكا بها ما عاشوه من استدمار واحتلال بغيض حاول خلاله المحتل الفرنسي الغاشم طمس أقول هويتهم ومسخ عقيدتهم وتبديل دينهم. ما إن يهل شهر ربيع الأنوار حتى يهب الجزائريون محتفلين ومحتفين بصاحب الذكرى، مثبتين تمسكهم بدينهم وهويتهم بأطفالهم وشيبهم وشبابهم. وقد أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية رضوان معاش خلال كلمة له خلال إشرافه على الاحتفال بهذه الذكرى العطرة، إن إحياء المولد النبوي الشريف فرصة لاستذكار هدي الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى أن الاحتفال فرصة سانحة لتجديد النية الخالصة للمولى عز وجل والاقتداء بسيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام واستذكار أقول خصاله الطيبة. في موضوع آخر، يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني غدا الأحد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء يخصص لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023. رئاسيا دائما، هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الدبلوماسيين الجزائريين ليومهم الوطني المصادف للثامن من أكتوبر من كل عام، داعيا إياهم للحفاظ على أمانة الشهداء. وكتب رئيس الجمهورية مغردا على حسابه في تويتر: في مثل هذا اليوم من عام 1962 رفرفت الراية الجزائرية خفاقة بين رايات الدول ذات السيادة في مبنى الأمم المتحدة في يوم الدبلوماسية الجزائرية. أهيب بكل دبلوماسيين ليصونوا الوديعة ويحفظوا أمانة الشهداء كما تمليه عليهم مهامهم، وتهانية لكم جميعا، يضيف رئيس الجمهورية بمناسبة هذا اليوم التاريخي. في يوم الدبلوماسية الجزائرية دائما، تحيي الجزائر في غمرة ستينيات استقلالها الذكرى 60 لانضمامها كبلد عضو في منظمة الأمم المتحدة في 8 من أكتوبر من عام 1962، تاريخ أضحى رمزا وطنيا للدبلوماسية الجزائرية التي تحتفي من خلال هذا اليوم بدبلوماسييها البارزين الذين تمكنوا من إعلاء صوت الجزائر على الصعيد الدولي. بعد 3 أشهر من إعلان استقلالها في 5 من جويلية، ورفع أول رئيس للجزائر المستقلة الراحل أحمد بن بلة علم الجزائر بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 8 من أكتوبر من عام 1962 بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على لائحة توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول الجزائر كالعضو أو عضو رقم 109 في الأمم المتحدة، تتويجا لجهود 8 سنوات من حرب الدبلوماسية قادتها مجموعة من المناضلين على قدر كبير من الكفاءة الذين عملوا دون هوادة بالموازاة مع الكفاح المسلح من أجل التعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية. في موضوع آخر، أكدت مجلة الجيش في افتتاحيتها أن الجزائر ماضية في العمل على تحديث وعصرنة الجيش الوطني الشعبي. وكتبت مجلة الجيش أن السياق الدولي الحالي لا يرحم الضعفاء، ومكانة بلادنا الإقليمية والدولية باعتبارها دولة محورية بامتياز وموقعها الاستراتيجي الحيوي علاوة على الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة الإقليمية عوامل تتطلب منا أكثر من أي وقت مضى مواصلة العمل الحثيث لبناء جيش عصري محترف.
في موضوع حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 15 شخصاً وإصابة 186 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث المرور في 48 ساعة الأخيرة. وقد أحصت الحماية المدنية 270 تدخلاً على إثر حوادث سجلت في عديد الولايات خلال الفترة الممتدة بين 6 و 8 من أكتوبر الجاري. دولياً، أعلن الهلال الأحمر الليبي العثور على 15 جثة، بعضها متفحم على ساحل مدينة صبراتة غرب البلاد أمس الجمعة. فرق الهلال الأحمر الليبي وجهاز الإسعاف والطوارئ في مدينة صبراتة انتشرت أمس الجمعة 15 جثة بعد ورود بلاغ بوجود قارب هجرة غير نظامية محترق، ولم يتحدث الهلال الأحمر عن هوية الضحايا أو سبب وفاتهم، لكن ناشطين حقوقيين أكدوا أن الضحايا مهاجرون غير نظاميين قتلوا ليلة الجمعة بإطلاق نار بعد مشادة بينهم وبين المهربين، ثم أحرقت إحدى مجموعات المهربين القارب، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر لم تذكرها. بهذا الخبر الحزين نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمناه لكم من قناة رؤيا. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.